عندي سؤال، هل الله سبحانه وتعالى عاتب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عاقبه؟ عاتب الرسول معاتبة جميلة، نعم، معاتب الله سبحانه وتعالى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل الله سبحانه وتعالى عاتبه؟ صار في عتاب بينهم؟ نعم، أعتقد في عندما استغفر على القبر، عندما استغفر على قبر هي سورة أمه، إيه نعم، سورة النساء، سورة النساء، ها؟ النساء، لا، الآية اللي يقول هي سورة مو بس آية سورة. نجيب اسم الصورة. إيه. لا عاد بالعكس المشاركة هيك تعلم. أحسنت. وش؟ أنا مو أنا ما برامع تعار معي صورة هدية ولا ما تصير أبى أتذكر. يلا. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. لا. فإن تغفر لهم 70 مرة فليغفر لهم. ليست هذه. هي في الطلاق. لا. طلاق النساء الرسول صلى الله عليه وسلم. لا. سورة عبس وتولى. أنجاه الأعمى عندما جاه عبس وتولى أنجاه الأعمى وما يدريك لعله يتذكر. قول وش اللي يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل قوم للإسلام. قوم يعني جمع واجد يعني أنا الحين صوب الجمع هذا ولا صوب الأعمى ذا؟ صوب الأعمى ذا اللي جاني بروحه. يعني عصب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كذا عصب الرسول يعني طرده. قال روح أنا عندي الحين الجمع هذا بهم يسلمونه. فسبحان الله في نفس الليلة نزل الله سبحانه وتعالى الآية هذه على محمد يعني ما يدري كيف يتذكر الأعمى هذا